وانا برسم انا والفن مش بنكون واحد واحد بيساوي اتنين، لا احنا واحد وواحد بيساوي شخص واحد، لان هو بيكون الصديق اللي لا يمكن يخذلك ابدا، ومهما كانت ضغوطات الحياة عليك ومهما تعرضت للخذلان ومهما يعني تعرضت لموقف في حياتك، بترجع بتلاقي الفن هو الصديق الاول والاخير. وانا قاعد برسم بحس ان انا دخلت عالم انا اللي بملكه وانا اللي بحكمه، بحس ان انا دخلت العالم اللي بيميزني، بحس ان انا دخلت الحاجة اللي بلاقي نفسي فيها وبلاقي شخصيتي فيها. أنا اسمي محمد شعبان، رسام مصري. بدأت أرسم من 10 سنين، اتولدت في حي شبرا القاهرة، وطبعا يعني مش محتاج أقول حي شبرا هو الحي اللي أنا استمدت منه كل إلهامي وهو اللي خلق فيا الفنان الحقيقي. الفن الواقعي هو طبعا أنا اخترته لتفاصيله الكتير جدا جدا، إن هو أصعب وأجمل أنواع الفنون في العالم، إن هو بيعتبر أعلى مرحلة في الفن، انك انت لما بترسم واقعي بتقدر ان انت تنزل لاي مستوى، بتقدر ان انت تشتغل باي اسلوب، عكس المدارس التانية بتحتاج ان انت بتاخد وقت علشان خاطر تطلع تمام، وعلشان خاطر ان انت ايه تبدا ان انت توصل لدرجه الاحترافيه العاليه جدا جدا جدا. بالنسبه للالوان انا بستخدم الوان الباستل، ممكن استخدم مثلا يعني بتبقى امكانياتها بسيطه جدا 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 ومتوفره في كل مكان، وسهل ان انت تجيبها، وسهل يعني امكانيات سهله وكلها متاحه لاي حد وللشخص العادي، لان في الاول وفي الاخر الابداع ملوش قيد وملوش اي حدود ومفيش وسيط، وانت اللي تقدر يعني تتحكم في كل حاجه. طبعا بنصح اي حد يرسم ان هو يسيب نفسه لاحساسه ويسيب نفسه لالهامه، وان هو ما يكونش مقيد باي حاجه، اعمل اللي انت حاسه، انت الوحيد اللي تقدر تقيم نفسك كفنان، وانت الوحيد اللي تقدر تحس بامكانياتك. هو اولا اللي بيدخلك الحاجه زي ما قلت لك، ان انت مجرد ما بتبدا تبص للصوره بتحس ان انت يعني انت بترسمها في مخيلتك، انت بتفضل تتامل الحاجه كده فتره طويله جدا ولحد ما تحس ان الحاجه بقى ايه يعني بالبلدي كده اتوزنت في دماغك. اخترت الفن الواقعي لان هو اصعب الفنون في العالم. بطبيعتي مش بحب الحاجه السهله او المدارس السهله طبعا مع احترامنا ليها، لكن الفن الواقعي بتفاصيله هو اكتر حاجه شدتني. اتمنى في الاخر ان احنا نهتم بالاتجاه ده من الفن ونديله حقه، لان هو لا يقل عن باقي اتجاهات الفن العالميه كلها، وبالتوفيق ان شاء الله لكل الفنانين اللي احترفوا الاتجاه ده. Thank you.